انا بلشت اسرق ناتشوز، يعني ما راح ننطر للاخر، يعني بلشت اسرقهم وبلشت اكل منهم انا وناترا ساره لحتى نجرب هل تورتياز اكيد مع الدبس والصوصز اللي عم بتحضرهم ساره، وناطرينهم نحن باخر محطه ورشه ملح. انا اخذت بريك صغير لحتى شيك على الوينجز وشيلهم من الفرن لانه صار وقتها. هول الوينجز خلصوا، رح نرش عليهم شوية سمسم محمص اوكي، وهول صاروا جاهزين. رح نبلش بالشمس، بدنا نشكهم بالسياخ، بدنا نشكهم بالسياخ يلي اوريدي انا نقعتهم شوي بالماء. اوب ما بنحط ما بدنا كثير نعبي السيخ. اوكي الجريل اوريدي محمايه والشريمب اصلا ما بياخذ وقت. اوكي رحت واحد اثنين هلا لحتى يزبطوا اكثر، شكون مثل ما عم شكون هلا مش مثل ما شكيتهم اول مره. بتفوتون من هون مطرح الراس يلي هو منشال لحتى تكون اللي يكون السيخ فلات. اوكي قول شوي رح اشك كم واحد. الريسيبي بتشوفوه على الشاشة مثل ما شفتوا انها كتير سهلة، بس الستيب الوحيد اللي فيها هو تحضير اذا بدكم دق الثوم والهيربز اللي استعملناهم لحتى ننقع. اوكي بعد رح حط سيخ واحد وبعد ما خلص من الشريمبس حط بعد سيخ واحد مثل ما قلت لكم رح نعمل الفاهيتا باللحمه ورح تشوفوا كمان قديش سهله. فلا للفاهيتا بدنا ابلش اول شيء ب شوية زيت نباتي بالمقلة. عم نستعمل اللحمة يلي بتنقص هيك، فيكن تقولوا للحام للفاهيتا أو بتشبه لحمة الشاورما بتنقص بنفس الطريقة. لحمة بالبراد فوالا. هيدي اللحمة هلا رح تشوفوها كيف. بدنا نتركها تتنشف وتستوي، نرجع نزيد للخضرة وعم نشتغل على نار وسط على عالية، بس نزيد الخضرة اكيد. عنا هلا بنحط لها بعدين الملح والبهار والبهارات كلها. عنا بصله فيكم تستعملوا البصله البيضاء. هلا
وعندنا فلافله خضراء حمراء صفراء. فوالا بنقص البصل جوانح والفلافله كمان نفس الشيء، ما بدنا كثير نرفعهم وما بدنا كثير نسويهم. بلشوا باللحمة على نار عالية لحتى ما تنزل كثير مي، بس لتنشف رح زد لها البصلة. اوكي، بناخد شقفة فلافلة صفرة وشقفة فلافلة حمراء وشقفة خضراء. بدنا نحط لها كمان سن ثوم. عن جد بتشوفوا قد ايه الانجريدينتس هلا مثاقبه هول البلايات، مش مقصود يكون يعني النهار عم نطبخ بس كويزين مكسيكان، بس ثاقبت هيك هول الاكلات عن جد الطيبين والسهلين يتحضروا يتاكلوا ونحن عم نحضر تلفزيون بجو المونديال بالاخص. هيك عم بقول لكم انه بتشوفوا قديش انه الانجريدينتس تقريبا بيتكرروا، بس بكل وصفه بيعطوا نكهه نكهشي. اوكي، رح ناخذ بعد شقفه فلافله حمراء فينا نزيد البصل والفلافل كلهم مع بعضهم، لانه مثل ما قلت لكم مش حلو كثير نسوي الخضره بيروح اللون منها بالاخص لما عم نستعمل لحنا خضره ملونه. فوالا هلا بزيد الخضره البقيه بعد شوي. بدي احضر سن ثوم وبدي احضر الكزبره وبهاراتي. شيك على الشريمبس، بعتقد نارة خفيفة. شو بضل عندي؟ هول البهارات يلي رح حطهم، كمون، حر، ملح بهار، ملح بهير، بهار اسود. اوكي، بصل يابس، كمون حطه ما تخافوا بيعطي نكهة طيبة، وراح احط كمان تشيلي فليكس، وفينا كمان نحط التشيلي بابر يلي استعملناه للصلصه. الروائح بتعقد. راح ازيد الفلافله. فوالا. هاي غيدا. ها. يعني شفتي كيف سرقت لك انا الناتشوز؟ بس ما اتفقنا نزلت حطيت تشيلي بيبر و لا وتشيلي وتشيلي وتشيلي. ما بيزعلوا منا المكسيكيه. ماشي بيزعلوا. شو احسن ما انا ازعل؟ ما بتحب الحار؟ ابدا انا بس ماشي الحال. هلا بشوفي بس ماشي الحال.
انا كثير بحب الفليفلي على فكره. اه والله قديش في ناس بيعتلوا هم للفليفلي وما بيهضموه وهيك. انا كثير بحبها. هلا الفليفلي الحمراء والصفراء اخف شوي من الخضراء. رح نشوف او عم نشوف الريسبي على السكرين. اوكي الشمس كمان بلشوا بلشنا نشوف لونهم بعد شوي. ايه هلا انا هون سلقت ذره اوكي عرميس اوكي ودوبت زبده كمان بدي زيت الخير خير جاي عنا كثير ناس. ايه ما هيك مين عم بيلعب اليوم مين عم بيلعب اليوم؟ تونس عم تلعب اليوم ما هيك؟ مين عم يلعب اليوم؟ ما بعرف. ما حدا نحن من مش مطلعين نحن بال نحن بس بدنا ناكل. أنا بحب الجمعة بحب الجمعة والقعدة لما بكون في قعدة حلوة وشوفيني شو بتحمس عم بقول بس يصير حد الجول إذا كان حدا إنه مفضل يربح عن الثاني شوي بصير يلا ويي يلا وفور يعني بيطلع صوتي. وهيدا الأكل خارج يعني خارج هاي الأجواء. رح ملحه شوي للعرنوس. هلا بدها تزعل مني غادة بدي احط له كنت حار. غيدة قلت لنا ليه بدها تزعل غادة؟ ليه بزعل غادة؟ غادة هي وبيتها غدغود ليه بدها تزعل؟ لا 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 ما بدنا حدا يزعل. حطيت شوية حار اوكي؟ رح ارجع انا سلقته رح ارجع حطه على النار لينشوى اوكي؟ رح اجيب بس ريسيبينت يلا لاسكب الجواكامولي. عظيم هون شكله وجيب الخبز يلا بعد عنا دقيقتين لانه الفاهيتا ما بتتاكل بلا الخبز. يلا ها وعظيمه صوص الجواكامولي شفناها من اساساتها. يلا ناقش وحدة حلوة شي وحدة حلوة منيحة منك ومنشكها هون اوكي. انا تركت لك الحلوين انا سرقت كم وحدة يعني ايه بعد ما يقوموا يفكروا المشاهدين انه انا سرقتهم. وغريبين هدول البلسيسول البلو البلو تشيبس هي شكلهم غريب. اعتقد هيدي النار تبعولها خفيفة كأنه شوي او كهرباء الدولة ما هيك خلينا ساكتين هلا احسن ما نفتح. اوكي شو بيكون لك عن عنا؟ لانه هون عاجقة يلا ها بدنا نسكب بعد عاجقة. اوكي نحن مع الفاهيتا لكن مثل ما قلت في عنا الخبز صح يلي من ما قلتي ما بتكمل بدون يلي بنسخنه شوي صح على النار وبنحط بقلبه الفاهيتا لحمه شريمب او دجاج. ايه بنحطهم على جنب وهيك بنترك الخيار وفي الاشياء يلي بتجي معه مثل الخس التشيدر في ناس بالمكسيك كمان بحطوا الفاصوليا الحمراء. مزبوط ايه صح. رح اسخن وحدة وحط هول هيك اوكي نسكب الفاهيتا تبعونا شفتوا قد ايه سريعة؟ ايه والريحة عن جد ايه حلوة كتير. كمان فيكم تحطوا هون كزبرة. ايه مزبوط كمان كنت عم بقول انه الانجريدينتس بتعيد شوي فلا. اوكي راح اعمل وحده انا لسامي. ما هيك سامي ناصره شفتوا حسيته اجا وصل بكر. ايه لا من دون فليفله إيه لا سوري ومن دون بصل لا لا في اوردر كامل يعني هيدي هي صارت شاورما هي هي لا فلا هلا ما فيها بدها ها لكن هيدي لغيده. لا غيدة ما بتاكل بصل كمان بس تاكل فليفلي. لا هيك ما بيمشي الحال. لا ماشي الحال ما رح نزعلك ابدا. شوية شدر ما رح نزعلك يلا خلص خلص وقتنا. انا بحب الساور كريم كمان معهم.
ثور كريم هيدي بتكون جبوها خالصة. شكرا كثير سارة أكيد على كل هالأفكار، يعطيك ألف عافية، بنشوفك نحن أسبوع الجاي إن شاء الله بعالم صباح. أكيد انجوي ذا جيمز، انبسطوا، زاركوا على بعض، بفرحوا، بس ما ضروري تحتفلوا زيادة عن اللزوم يعني وتزعجوا الأشخاص الآخرين، وبكل الأمور يعني مباريات فوتبول، نتائج وغيرها من الأمور، كله حبوا بعض، زاركوا على بعض مثل ما قلنا، بس ما ضروري بليز. أوكي، رح نتمنى لكم اكيد بقيه نهار كثير حلو وين ما كنتوا عم تتابعونا، ويك اند كثير حلو، انا بشوفكم نهار الاثنين، باي باي باي، جو برازيل. Without care, yeah, I was out of